أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إن الجزائر بعض الناس ينكرون على من قصر الثوب ويؤولون بعض الأحاديث التي تنص على هذا التقصير، فما الصواب في تقصير الثوب مأجورين؟ الصواب الذي ورد في السنة أن لباس الرجل المسلم ما بين نصف الساق إلى الكعب، فإذا كان الثوب لا ينزل عن الكعب ولا يرتفع عن نصف الساق فهذا هو السنة، لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب فهذا هو السنة، والمسلم يتبع المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا كانوا يلبسون إلى الكعب هذا سنة، يلبس مثلهم ولا يرفع إلى نصف الساق لئلا يستغرب منه ذلك ويكون شهرة بينهم، فيتبع مجتمعه في السنة ما كانوا يعملون من السنة. أما إذا كان عمل مجتمع مخالف للسنة فلا يوافقه، إذا كانوا يلبسون تحت الكعب هذا مخالف للسنة لا يوافقهم عليه، إذا كانوا يرفعون عن نصف الساق هذا مخالف للسنة لا يوافقهم عليه، أما إذا كانوا متقيدين بالسنة لوجه من وجوه السنة فإنه يوافقهم عليه ولا يخالفهم إلى سنة أخرى لئلا يكون شهرة بينهم وينالون منه، فإذا كانوا يلبسون إلى الكعب فهذا سنة يوافقهم عليه ويلبس مثله. نعم.